أقل من 6 ساعات تفصلنا عن غلق صناديق الاقتراع وبدء عملية الفرز في انتخابات الرئاسة المصرية، والتي تشهد في نسختها الحالية منافسة بين 4 مرشحين. تعددت المشاهد في هذه الانتخابات، وتابعنا صور المشاركة الشعبية الحاشدة، وقد صدقت المقولة القائلة إن إرادة المصريين كانت ولا تزال هي المحرك والباعث الأساسي لاستكمال الحلم في بناء دولتنا المصرية الحديثة وجمهوريتنا الجديدة التي تليق بما قدمه شعب مصر من تضحيات. وليظل الجميع صغاراً وكباراً يتمسك دائماً بشعاره الوطني تحيا مصر قولاً وفعلاً. أحييكم في هذه المتابعة الخاصة والمستمرة على مدار الساعة لسير العملية الانتخابية في انتخابات الرئاسة المصرية 2024.